وحلوة العروس؟ اي حلوة ومجذبة، قبت إلا للقمر غيب لأقعد مطرحك قاضي ومفتي ونقي، وكت فراتي وراكزة ومنطقة حلو كتير 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 مثل العزار، لك ما شاء الله حولها وحواليها، لا أهم شيء إنها نضايفية. ورضيوا يعطوها لقاعو؟ شو؟ رضيوا يعطوها؟ عازن وعوازو ولك قاعود ابن الحسب والنسب وأبوه غني الغنى لرب العالمين، عنده مالكانات وبساتين وأراضي ما بتاكلها النيران. لطفية انت بس قولي لابن عمك انه يوم الخميس الجاي كتب الكتاب وجهه وخلصنا. ان شاء الله. وقاعود وين رح يسكن خالتي؟ وين بده يسكن يعني؟ هون بالبيت، ما شاء الله البيت كبير، سرح مرح برح بيرمح فيه خيار. ولك لطفية شفتي بنت حماكي دلال خان وبنت ابو عصام كيف طالعه بالجريده؟ عن حق يا مو؟ ايش عم بمزح؟ عم اقول لك شفت صورتها انا بعيني. يا حصلتي عليك لك حاجه بقى حاجه، عم تخربتي صايره خرفانه، شو جاب صوره دلال للجريده؟ كانت الخانم طالعه بالمظاهره وبعيني شفتها حاطه رجله ودايسه فوق الفرنسي ونازله فيه سفق رعب بالصرمايه، بس وين الجريده ما بعرف، هلا بدي اشوف ظافر، اكيد هو اللي مخبيها، بدي اورجيكم اياها. لك يا ريت يا ريت، هاي الصورة بتخجل، هاي الصورة بترفع الراس، عم تضرب الفرنساوي وبالصرماية. يا عيني عليكي يا دلال، يا عيني عليكي. ايه والله صورة ما بتخجل. وليه لطفية وعم تطيبيلها كمان؟ تعرفي وليلة كان ابوك عايش وعملتي هالعملة شو كان عمل فيكي؟ كان شخدك على البلوعة. عشنا وشفنا حريم تطلع بالمظاهرات وتضرب الرجال مثل شم اللطامي. هلا ايمونا من هالسيره، ما انه انا مالي مصدقه كل هالسيره، خلونا نحكي بسيره العروس. ايه